ده يمكن، بس نتمنى ان شاء الله باذن الله الخير لمنتخبنا القومي. احنا طبعا فقره ثانيه يكون معانا كابتن حسن فريد نائب رئيس الاتحاد، هنتكلم معاه طبعا عن حاجات كتير جدا. النهارده كان في المؤتمر الصحفي، اكيد عندنا كلام معاه كتير. لكن خلينا نروح لحته ثانيه مهمه جدا، وهي على مستوى العالم يعني وعلى مستوى اوروبا، وهو اختيار ميسي كاحسن لعيب في القاره الاوروبيه. يمكن انا مش عارف السنه الكامله، لكن زهقنا كل شويه يعني بتاع 90 مره ما شاء الله، يعني المحافظه على المستوى في المستوى ده المده دي كلها 10 سنين ما شاء الله صعبه جدا جدا. بنبص لي كده لعب في الطاقه. لا ميسي ده، ميسي طبعا اختيارات ما كانت ما بين ميسي وما بين كريستيانو رونالدو وسواريز. لويس سواريز لاعب برشلونه منتقل حديثا لبرشلونه. مفاجاه ميسي يكون بطل ولا واحد زاهق بقى من كتر ما خلاص ميسي مش مفاجاه، بس يعني هو اللي هو فعلا هو النجم طبعا على الساحه طبعا بالنسبه لل هو ده مع ميسي ورونالدو واي شبح بقى بيجيبوه بعد كده يحطوه بس معاهم، لان يعني هو ميسي يعني رونالدو هو الوحيد اللي بيكسبه يعني على طول. حاجه غريبه قوي يعني، بس احنا دلوقتي ايه، كان زمان كان في كذا 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 عنصر كذا لاعب كده نختار يعني من ايه كذا لاعب بالنسبه للايه للعالم نجوم العالم. دلوقتي خلاص في محدوده بين كريستيانو وميسي، وممكن يخش نيمار شويه في الفتره اللي جايه. بس انا شايف ميسي طبعا هو في الفتره الاخيره كان متالق بشكل عادي جدا، وكمان اخذ احسن جون يعني غير كل حاجه. خد كل حاجه، احسن جون جابه في بتاع بايرن ميونخ، وبرده خد هو احسن جون لما وقع بوتنج على وشه بيوتنج. انت مش عارف بيلعب ازاي. يعني ايه يعني هو خد كل حاجه السنه دي، كان متالق، كان حاسس ان هو كان مركز، كان مركز مع انه ابتدى السنه اللي فاتت وحش قوي قوي بالظبط، بس هو حاسس ان هو كريستيانو قرب منه شويه، ان هو واخد بقى ايه زيه في التصنيف ان هو بنبقى احسن لاعب في العالم، بس ابتدى يركز عشان ايه يعني برضه ايه بقى ايه متسابع عنه. ما كانش في مفاجاه يعني شايف اختيار لا 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 ما فيش مفاجاه خالص. انا يعني عندي سؤال بقى مهم جدا، بس السؤال ده كتير، لما تبقى توصل للليفل ده بلال وتفضل محافظ على نفسك في الليفل ده وتحافظ على شكلك قدام الناس وقوتك وسرعتك ولياقتك وحرفنتك لمده 10 سنين، واحد زي ميسي ابتدى من 10 سنين، فاكر الموسم الماضي كان 10 سنين على برشلونه. ازاي؟ احنا عندنا هنا مثلا، واحنا كنا لعيبه برضو على نفس الكلام بالنسبه لنا يعني، مش بنقطع في اللعيبه الموجوده، احنا برضو كنا وحشين يعني، ما بنقدرش نكمل سنتين ثلاثه على بعض، او بتاخدك حياه وبتاخدك ازاي دي الناس دي بتعمل ايه؟ لا انت هتسالهم هما. لا يعني ده كل يعني كلهم كده، مفيش لعيب ياخد ده احسن لعيب في اوروبا او في العالم سنه واحده يعني. رونالدو خدها اكتر من مره، بس هم صلبوا ناس كتير قوي معاهم على فكره، يعني بيطلع لعيبه جامده جدا بقالهم 7 8 سنين محدش بيحس بحاجه بيهم. ريبيري طلع ونزل، وروبن طلع ونزل بس نفسه برضو يعني هم نفسه بس هم دول اللي بيطلعوا بس عشان دول برضو عشان دول الاحسن يعني هم في هازارد شغال دلوقتي وهازارد ولا بس حد هيحس بيهم ولا حد هيحس بحاجه. لا هازارد قدامه كتير عشان لا لعيبه اوروبا يعني احنا بنشوف كل واحد بيطلع يعني تيري هورن لما طلع خد فتره يعني برضو احسن لعيب في العالم اكتر من مره، وتاني وتالت احسن لعيب لما كان معاه رونالدو. برضو لويس فيجو برضو خد برضو اكتر من مره، زين الدين زيدان خد اكتر من مره. هو اللعيبه يعني هو ده اللي احنا بنشوفه، انه ده اللي احنا بيحسسنا ان هم لعيبه محترفه فعلا يعني. ان هو لعيب مش بس احنا بنطلع سنه الثانيه والثالثه السلام عليكم وعليكم السلام. بص يا رونالدو، بس كريستيانو زعلان، رونالدو كريستيانو زعلان جدا، زعلان وعيني كل ما يطلع يعني. بس انا احلى حاجه في الموضوع ان بياخدها دايما ميسي وهو ياخد احسن حاجه كمان في الموضوع ان ميسي لبس البدله يعني غير البدله اهم حاجه. بس رونالدو عنده تحدي كبير بصراحه يعني بعد 4 سنوات او 6 7 8 سنين ميسي بياخد احسن لعيب، وبعدين هو بينافس، وبعدين سواء خد السنه اللي فاتت احسن لعيب كريستيانو في العالم، فكانت يعني اللعيب يتحدى يعني واحد غيره سنه اثنين ثلاثه خلاص يعني الامل يقتل يعني، انما هو لعيب عنده تحدي، عنده امكانيات وعنده تحدي ان هو مصر او عنده التصميم ان هو يكون احسن لعيب في العالم، وعشان كده السنه اللي فاتت خد كريستيانو عنده احسن لعيب في العالم يعني. كان هو لما طلع راح عامل صوت كده ان هو يعني كان يعني مسد بقى يعني 3 سنين بيطلع ياخد وميسي ياخده بيطلع ياخد تاني. لكن هو ده التحدي وهو ده الاحتراف، ان هو لعيب عنده طموح وعنده امل وعنده اصرار ان هو يبقى، هو عايز يبقى رقم واحد، وفعلا السنه اللي فاتت كان رقم واحد. هو ده المفروض يعني الاجيال اللي جايه او اللي بتلعب دلوقتي يتعلموه يعني، لعيب مش بس سنه اثنين ثلاثه ويبقى خلاص يبقى هو احسن لعيب في مصر، هنتكلم على المستوى المحلي يعني احسن في مصر سنه واحده وخلاص الامور تنتهي على كده، لا سنه اثنين ثلاثه اربعه، لان هي دي يعني هو ده اللي بيدي التاريخ يعني، هو ده اللي بيعمل التاريخ، هو ده اللي بيخلي اللعيب يبقى يكمل في الكره وقت طويل، هو ده اللي بيخليك تعمل اسم كبير يعني. صح فطبعا الناس دي بتفكر صح اكيد يعني.
حاجه جميله جدا جدا ومنافسه شيقه يا عبد الستار. هتخلص لمين المسابقه دي؟ يعني عملنا 10 سنين فيها شغالين او 9 سنين ما بين ميسي لا ميسي هيقعد شويه، هيقعد شويه لسه صغير يعني. ميسي اكتر من رونالدو، انت بتحب ميسي اكتر يعني. بحب ميسي. وبعدين ميسي صغير يعني، كريستيانو يعني قرب خلاص يخش على ال 30، ميسي لسه قدامه شويه. هنقعد يعني كتير لسه ما بين ميسي ورونالدو يعني. شايف مفيش حد في الاجواء اقرب قريب يعني؟ هازارد شويه، يعني هازارد ده الهازارد. يعني انت اللي قلته ولا انا قلت هازارد؟ هازارد ونيمار، نيمار شغال برضه كويس بشكل كويس قوي يعني، ابتدى يعني طلع علينا حد السنه في الانتاج الحربي قريب يعني. ان شاء الله بيزن. طب صلاح مع يعني هيلاعب برشلونه، بمناسبه ان احنا بنتكلم على برشلونه، صلاح هيلعب الاسبوع اللي بعد الجاي مع برشلونه في روما، توقع لصلاح بص ازاي؟ بص يا حازم، يعني اللاعب المصري لاعب مميز، لاعب موهوب على فكره يعني. احنا لعبنا بره وانت لعبت بره، اللعيبه اللي بيلعبوا بره يعني اللعيبه مثلا الاوروبيين يعني ملتزمين في الملعب، ما عندهمش حته المهاره بشكل يعني مميز. اللاعب المصري موهوب فعلا، عشان كده انا محمد صلاح انا لعيب يعرف يعمل ماتش كويس قوي، لعيب موهوب عنده مهاره كويسه جدا، عنده سرعه كويسه، عشان كده محمد صلاح متميز يعني. اي لعيب مصري هيطلع هيبقى متميز، بس عايز فتره ان هو يتاقلم، ان هو عنده هدف، عنده طموح ان هو فعلا يركز في الفتره ان هو النادي اللي هيبقى موجود فيه هيبقى متالق جدا. عشان كده اللعيب المصري انا بشبهه باللعيب البرازيلي، قريب من اللعيب البرازيلي بالظبط يعني. في فتره ان انا كنت في الفتره اللي لعبت فيها كان يعني في لعيبه برازيليين كان معظم كان يعني قريبين من برضه من التعامل من العادات برضه بتاعتهم. انا بحب برضه يعني نبقى فاكين شويه، يبقى في مثلا بالزبط سهر شويه، يبقى في مساحه في الملعب ليك شويه. يعني ده اللي عمل لك مشاكل مع مورينيو يعني. انت وصلاح على فكره زعلانين. لا مورينيو بيحب ان واحد دفاعيه. تخبطت في مورينيو جامد انت في مذكراتك. هو اللي خبط فيا. بس مورينيو يعني انا شايفه هو ساعتها في الفتره دي اللي هو كان موجود فيها كان اول تجربه ليه. اول تجربه حد عارفه يعني. اول تجربه ليه ان هو لويس فينجال هو اللي رشحه لبنفيكا. اول تجربه ان هو ماسك مدير فني، كان لسه برضه مش عارف الالتزامات والنواحي الفنيه بقدر كويسه جدا، بس ابتدى خلاص يعني التعامل بقى بشكل كويس معانا وهو ما فيش مشاكل، وابتدى سوء التفاهم يعني خلاص عرف وانا عرفت برضه، وبينا يعني ما فيش مشاكل بينا اصدقاء. حتى كمان يعني بعت له ان انا ممكن ان شاء الله انا اكون موجود معاه في معايشه هناك ان شاء الله. والله مع تشيلسي. ان شاء الله باذن الله. كلمت صلاح لما كنت محمد صلاح ما كان موجود معايا. صلاح مشي خلاص بقى روما، تروح معاشه روما ان شاء الله. مش هيرجع تاني ولا خلاص. بس خلاص اللي بيمشي من يعني مورينيو واضح ان هو مش معتمد عليه بشكل او باخر.